خلينا نروح لبعض أسئلة القراء من على صفحتنا على الفيسبوك. أحمد الطنطاوي بيسأل، هو احنا ليه مش بنعرف نلعب كورة تحت ضغط عالي من الفريق المنافس، وليه مش بنعرف نضغط ضغط عالي؟ يعني هي تمام. I don't know for which game he chose this question because in many situations we play high pressure. هو طبعا بيقول انا مش عارف بيتكلم عن انهي ماتش تحديدا، بالعكس احنا بنلعب بضغط عالي كتير جدا، والفرق التانية لما بتقرر ان هي تلعب بضغط عالي مش هيعرفوا يلعبوا ضد 90 دقيقة بضغط عالي. Every coach knows that and is the most important to you choose time. وكل مدرب عارف ان مفيش فرقة بتكمل 90 دقيقة لو بتلعب ضغط عالي طول الوقت، واي مدرب اكيد بيحب يلعب بضغط عالي طبعا. تمام. محمد دياب بيقول، ما وجهة نظرك في بعض اللاعبين باسم مرسي؟ أنا طبعا بحترم أي لعيب عندنا في النادي، في نادي الزمالك. تمام. And I try to be in same with anyone. وبحاول بقدر الإمكان إن أنا أحترم الناس كلها زي بعض. Excellent players. وباسم مرسي لعيب كويس جدا. In this season he don't score and everyone know that. يمكن الموسم ده لحد دلوقتي maybe because مش يعني يمكن كويس. عشان كده تحديدا هي ناس بتتكلم باسم مرسي السنه اللي فاتت كان بيجيب او جاب اهداف اكتر يعني. He scored a lot last season but this season he hasn't scored yet. هو منتظر لسه الفرصه اللي هتجيله، وهو شغال كويس جدا وبيتعب جدا، واحنا هنستمر ان احنا نفضل وراه مهما كان لحد ما ان شاء الله يجيب اجوان، وانا متاكد ان هو ان شاء الله هيحقق ده. فكرك ايه اللي بيقابل باسم مرسي؟ سوء توفيق؟ About scoring, my vision is to we must score. في حتة طبعا الاجوان احنا لازم يكون العشر لعيبة اللي في الملعب بيعرفوا يجيبوا اجوان، ما ينفعش ان احنا نعتمد بس على المهاجم ونحط عليه الضغوطات كلها. We must play with 10. لازم احنا العشر لعيبة كلهم يكونوا كلهم بيلعبوا، واي حد فيهم وارد ان هو يجيب جون. تمام. ولكن برضو انت ما جاوبتليش على السؤال، مشكله يعني مش مشكله يعني، هل هو ما بيقابلش بيقابله سوء توفيق، بيتحرك تحركات تانية بتقدر تعملها له انت في التمرين؟ طبعا هو بيشتغل بشكل كويس جدا، واحنا زي ما احنا عارفين واكيد حضرتك عارف ان بشكل يمكن المهاجمين بيبقى عليهم ضغط نفسي اكتر، والناس كلها عارفه ان هو كان لعيب نجم هنا في نادي الزمالك وكان بيجيب اجوان هنا في نادي الزمالك ومع المنتخب، بس حاليا هو يمكن مش مع المنتخب، واكيد هو هيبقى عايز يروح كاس العالم فعليه ضغط، وصعب جدا ان هو يلاقي الحافز او الحوافز ان هو يجيب اجوان، بس هو بيشتغل كويس جدا وهو عارف وانا متاكد ان هو هيرجع تاني. وانا اول ما جيت الزمالك اتكلمت معاه وقلت له احنا نحاول ان احنا نشتغل على اللي جاي، انسى كل اللي انت عملته وحققته، الكوره بالنسبه لي بوجه عام ما بتعتمدش على الحاجات القديمه بس بتعتمد على الحاجات اللي جايه، وانا حاول مع بعض ان انت تبني اسمك من النهارده للي جاي، ما تعتمدش على اللي فات، وهو هيحاول يساعده بقدر الامكان، فانت هتوصل للي انت هتوصل له لو حاولت، والكرة ليها احترامها، واللي بيحترم الكرة الكرة بتحترمه وبتديله.